ها يا عريس، عندك عقار تجاري؟ ايوه ممكن، انا الفيلا بتاعتي هستلمها كمان شهرين. فيلتي يعاني من انسداد في القناه السبعين. بابا يقصد مكتب او محل. هتجوز في مكتب؟ بالمره بقى نعمل الدخله في المحل. دمه يلطش وما عندهوش حس استثمار. المكتب او المحل ممكن ناجره او نشغله وهيجيب لنا دخل متواصل. فكره، بس فين؟ في بارك افينيو اللي عاملاها شركه دماغ في اول الصحراوي. وده موقع كويس يفتقر الى الادراك الجغرافي. ده وسط البلد الجديد، يعني استثمار مضمون وفي كام سنه هيرجع ثمنه. ده مجمع تجاري متكامل من اربع ادوار مكاتب وتحتيهم 800 محل ومطعم. قصدك مول؟ ده مش مول، ده موال. بص، ألف مبروك يا أولاد. استنى، الفيلا بتاعتك دي من دمك؟ بارك أفينيو من دمك، وحدات تجارية رائعة هي مستقبل الاستثمار في العقار.